هنا هرجع لدكتور سمير، وهنا بقى القانون. القانون يعمل ايه في حاجه زي كده؟ زي ما يعني الرجل الكبير الفاضل اللي كان بيتكلم قال لك احنا رحنا الاحوال المدنيه في المنوفيه والاحوال المدنيه مش حدش عارف يعمل لنا حاجه، واظن ده طبيعي، ما انا مش لاقي ولا ورقه لا للبنات ولا لابوهم ولا لامهم. انا خليني اشكر برنامج بصراحه 9 مساء، وده شيء عظيم جدا ان يعني بدا يدخل في حاجه مهمه جدا للاسره المصريه، لان يمكن لسه كنا قبل الهوا بنقول قانون الاسره المصريه ده يعتبر قانون امن قومي للاسره، لان انت لو طالع مبسوط من بيتك اعتقد كل اليوم هيكون معاك كويس، لو في مشكله هتلاقي كل اليوم في مشاكل كتيره جدا، ما بال سعادتك لما بتلاقي حاجه شخصيه او حاجه زي الماساه اللي انت سعادتك اشرت ليها او التقرير اللي كان موجود ده حاجه فعلا تحزن. واي تنفيذ النهارده واي مسؤول له قوانين، يعني هو النهارده بتاع السجل او مسؤول السجل او مساعد وزير الداخليه حتى الاحوال المدنيه بيمشي على القانون طبعا. القانون ده في حاجات موجوده وفي حاجات للاسف يعني معلش انا النهارده يعني الزواج اللي احنا بطرقه المختلفه باستثناء الزواج الموثق يعني كله معروف النهارده في زواج موثق، وفي النهارده اول بطاقه اول شهاده الميلاد ما بتطلع فيها رقم قومي بيفضل ماشي سعادتك مع هذا الشخص على طول لغايه ما ايه ما بيحصل على كل حقوقه او التزاماته ايا كان. انما شفنا اختلاف او في اكتر من يعني امر للزواج طبعا امور كثيره جدا مش هنخش من الناحيه الدينيه لان الثوابت الشريعه احنا مش مجال لها هنا، ولكن خلينا نتكلم في الناحيه زي ما سعادتك قلت القانونيه. النهارده اي مسؤول بيمشي على او اي تنفيذي بيمشي على القوانين. الحاله دي لا حلول، بس حلول ملتويه وبعيده ومش عايز يعني مش عايزين الكل يمشي فيها. يعني النهارده ممكن يرفع دعوه بقى في سعادتك الدعوه اثبات في الاول اثبات زوجيه قدام القضاء ويجيب الشهود ويجيب شيخ البلد ويجيب ويجيب ويجيب، وبعدين يسبع يرفع دعوه ثاني اثبات نسب عشان يقدر يثبت هذا النسب، ودي بتاخد لفه طويله جدا. احنا في حاله زي اللي احنا شفناها دي ما هو الاب والام مش موجودين، ما هو هيضطر يرفع بالشات شهود، هيضطر يرفع قضايا قدام المحاكم، ولكن ده مش هو طريق الحل. انا محتاج تدخل تشريعي يعالج هذا الموقف. يعني انا دي الامور اللي هي حاليا بيعالجوا بها المواقف اللي هي للاسف، ولكن تعرف القضاء وطرق القضاء وده مش موجود. يعني عايز اقول النهارده القاضي بيضطر او بنرجع لهذه الامور اللي خلينا نقول سعادتك ربما كانت ملتويه او غير سليمه. ما انا مش عاوز حد يلجا لطريقه ولا ملتويه ولا غير سليمه، ما انا عشان كده بقول لسعادتك احل الموضوع بالقانون. كنت بقول لسعادتك بصفتك النايب فسعادتك انت تتبنى هذا الامر، انت سعادتك انت عارف المشاريع القوانين باحدى الطريقين، اما اقتراح مشروع بقانون او مشروع بقانون ب 60 نايب او انت سعادتك في لجنه الاقتراحات والشكاوي. حتى أيوهما المقترحات تتقدم اللي هيتقدم بيها اي من الساده النواب لازم في النهايه خالص يبقى في عنده تصور ما. التصور فين؟ التصور عند اهل القانون. هقول لسعادتك ما هو التصور برضو يمكن برضو كنت بقول لسعادتك قبل الهوا ان احنا هنظلم لو قعدنا قلنا الحلول هنا، ده سعادتك حتى يمكن على الهوا صعب ان احنا نوصل لكل الحلول، انت عايز متخصصين في غرف مغلقه في اكتر من يعني باكتر من حوار بحيث ان احنا نضع الحلول المهمه المناسبه، عشان ده تتكلم في شعب فئه في شريحه كبيره جدا من المجتمع. مش صعب ان حد يوصل لها لحلول مقترحه، ولكن انا عندي بعض الحلول او المقترحات اللي ربما كانت تساهم ولو بجزئيه بسيطه قعدت افكر فيها ايه اللي ممكن نعمله. زي ايه؟ يعني زي سعادتك يعني النهارده مثلا احنا عرفنا احنا قلنا فيها اكتر من مش الحاله دي يعني في اكتر من امر غير موثق. يعني النهارده تبص تلاقي بعض احنا طبعا عندنا حضر وعندنا ريف وعندنا قبائل وعندنا معلش نجوع وعندنا ناس بسطة، والبنت النهارده في البعض بيتعتقد خطأ ان التعليم عنده بسيط، انت عدت 15 سنه يبقى كده ما اعرفش فات عمر الزواج انما عند السن كذا، فبيضطر بتتزوج قبل سن الزواج بسنه باتنين، طبعا بيضطر يروح يدفع غرامه او يتحول للنيابه امر جنائي وما الى ذلك، ويبقى ليه شق قانوني بيتحاسب عليه على فكره، كل اللي بيعمل كده بيبقى ليه شق قانوني، وان دخل في تزوير بيتحاسب بالتزوير، وقصه السنه طويله، ولكن ده مش هنتفرع بيها عشان ما نشغلش الراي العام. ولكن وجهه نظري ان النهارده اللي يساعد يعني النهارده ولي الامر اذا زوج ابنته وهي قاصر، احنا ممكن النهارده معلش يعني نمنع عنه كل الدعم بتاع الدولة زي تكافل الكرامة زي التومين زي غيره، ويبقى الأب عارف طب النهاردة هي الأسرة دي بسيطة لما تلاقي أنها مش هتتمتع بالدعم ده أعتقد ده فيما يأتي لاحقا. لكن سابقا أنا ما أقدرش أحرم حد لأنه في النهاية مين اللي خسران؟ البني آدم وأنا الدولة، لأنه البني آدم اللي مش هياكل ومش هيشرب ومش هيتعالج ومش هيتعلم خسرانة مبلغ أصبح كده عنصر عاطل عندي عن تأدية أي مهمة، أنا لا بأكله ولا بشربه ولا بعلمه ولا بعالجه.
طب ما هو انا الدوله اللي مسؤوله عن رعايته، وانا عاوز ارعاه، اقدر اعمل كده في حالات لاحقه، لكن في الحالات السابقه